طبعا لانه ارتفاع درجه الحراره العاليه قامت الناس تجي كلياتها تتنفس في هذا المكانات وتتسبح في البحيره مثل ما انتم شايفين هذه المناظر الحلوه والجميله، وتحتاج بعض الخدمات مثل الفنادق والمطاعم. قلعة جبر سياحيا تعتبر من القلاع السياحية بسبب امتزاج موقعها الخلاب على ضفاف النهر من خضار، بالإضافة إلى المياه، بالإضافة إلى موقعها التراثي الحضاري. كما قلنا القلعة لها أهمية كبيرة لسكان المنطقة. تاريخيا القلعة مرت بعدة أسماء، وكانت أهم أسماءها قبل التاريخ الدوسر. في بعض المشاكل نحن هي مشاكل الطرق، مشاكل الامن مرات تكون مو متوفره بكل مكان، مشاكل السكن، يعني نحن اذا ما في فنادق موجوده ما في خدمات فندقيه سياحيه، فانت مضطر انك تجي وترجع او تجي تظل يوم وثاني يوم ترجع، الا ما يكون في عندك حدث صديق او معارف، لانه ما في فنادق هون بالمنطقه. عبارة أنه على شوي الفحم وطريقته دفنه بالخبز بدل القصدير، هي طريقة ثانية جديدة مع التبلة والصلصة، يعطي نكهة حيل حلوة، لأنه مادة الخبز مادة الخميرة على الشوي تعطي نكهة ثانية، والصلصة بإضافة إلى الثوم والليمون والكزبرة هي لها نكهات ثانية.